يعني في هذه الفيديو ان شاء الله غادي نعمل واحد ليكزامان تري تري امبورطون توجور كيتحط في ليكزامان هذا يعني هذا ليكزارسيس توجور كيتحط في ليكزامان دونك ركزوا معايا مزيان في هذه الفيديو لانه مهم 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 بزاف ولا ماجوريتي ديال لي ستوديون كيتلاقاو فيه مشاكل وان شاء الله غادي نشرح لكم لي ديتاي داكشي علاش بغيتكم تركزوا معايا مزيان داكوغ نبداو على بركه الله ليكزامان دونك لي بوين لي كيكونوا في هذا يعني في هذا ليكزامان او بيان هذا ليكزارسيس 4.5 سوا ان سيركوي بور لي ديود اون يوتيليزي لا دوزيام ابروكسيماسيون دونك غادي نستعملوا في هذا لي ديود عندنا لا دوزيام ابروكسيماسيون لا كونديسيون دائما لا دوزيام ابروكسيماسيون كاين فيها عندها واحد لا كونديسيون داكوغ ديال سيليسيون دونك عندك هنا لا تونسيون دو لا ديود ايغال 0.7 فولت داكوغ هاد 0.7 فولت كتعني ان هاد لا ديود متكونه من سيليسيوم كاينه كذلك الجرمانيوم 0.3 داكوغ الا تلاقيتي لا تونسيون ديال لا ديود كتساوي 0.3 فولت يعني ان لا ديود هذيك راه ديال الجرمانيوم داكوغ 0.7 ديال سيليسيوم تري تري بيان داكوغ عطانا هنا واحد لا كونديسيون تري امبورطون لا دوزيام ابروكسيماسيون داكوغ فوالا دروكا غادي نتعرفوا على يعني هاد لو شيما ديال لو سيركوي سي تري بيان عندنا هنا لا ريزيستونس اف 1 عندنا جوج ديال لي ديود دي واحد ولا ديود دي جوج كذلك عندنا جينيراتور دو تونسيون كونتيني او واحد فوالا عندنا لا ريزيستونس اف 2 كذلك عندنا هنا جينيراتور دو تونسيون كونتيني او 2 سي تري بيان كذلك عندنا هنا لا تونسيون دونتري وهنا لا تونسيون دو سورتي سي تري بيان فوالا غادي نعمرو هاد لو طابلو في لي 3 كا غادي ندرسو لا بروميير كا يعني ملي كيكون عندنا الحاله ديال لا ديود الاولى اوف والحاله الثانيه دونك اوف سي تري بيان لو كا الثاني غادي ندرس لا ديود 1 اوف والثاني لا ديود الثانيه دونك يعني اون سي تري بيان في لا 3 كا غادي لا ديود 1 اون ولا ديود 2 اون سي تري بيان دونك حاولوا تركزوا معايا مزيان فهاد ليكزامان باش ان شاء الله يعني تضبطوا مزيان هاد لا ميثود وكيفاش كنجاوبوا على هاد لي كيستيون لانهم راه مهمين وهاد ليكزيك يعني هاد ليكزيرسيس راه ما كيتحفظش داكو لان هاد لو شيما ايل فاري دونك داكو هاد لو شيما ايل في فاري داكشي علاش ما خصكمش يعني يعني تحفظوا لان هاد ليكزيرسيس راه ما كيتحفظش داكو دونك ركزوا معايا مزيان وان شاء الله نشوفوا قبل ما نجاوبوا على لا كيسيون غادي نعمل لكم الرابي فوالا دونك ضروري خاصنا نذكروا يعني لي كونديسيون ديال لا دوزيام ابروكسيماسيون داكوغ لا دوزيام ابروكسيماسيون دونك لا دوزيام ابروكسيماسيون لا دوزيام approximation c'est très bien قلنا la deuxième approximation toujours تيكون عندنا la condition كيتعطى لينا في ليكزيرسيس اللي هو لا تونسيون دو لا ديود ايغال 0.7 فولت وهاد 0.7 فولت راه ممكن تغير على حسب ليكزامان راه ممكن تلقى 0.3 داكوغ فوالا هنا لا تونسيون de la diode égale 0.7 volt. Très bien. Les mohim, yani fait la deuxième approximation. D'arôre quand on a une date, quand mise fait la condition. D'accord. D'ailleurs la deuxième approximation, quand mise fait la condition. La première approximation, mais quand on a une date, fait la condition. C'est très bien. La deuxième approximation, on va dire ça, yani le cas de la diode passant, diode passant voilà les roi fait le hala diode passant les roi on très bien nous pouvons nous mettre au cadalic on au cadalic radindras diode bloqué voilà diode bloqué les roi off voilà
لان كاينين بعض الطلبه يعني ما كيعرفوش شنو هو دونك اوف شنو هو اون داكور اون دائما اون هو باسون سميها مثلا بي باش غادي تعقل عليها داكور اوف هو بي ولا بي مثلا يعني يعني بلوكي عفوا هنا بلوكي ماشي فوالا عندنا ديود باسون ديود بلوكي داكور اون هو بي يعني باسون اوف هو بي يعني بلوكي سي تري بيان دروكا ملي كيكون عندنا لا ديود بلوكي ركزوا معايا مزيان فوالا ديود باسون تيكون عندي هنا بلس هنا موان هنا الانود وهنايا الكاثود تري بيان دائما لا ديود باسون يعني ان الكورون فوالا يعني الكورون غادي جاي من الانود غادي يمشي للكاثود داكو دائما لا ديود باسون الكورون ديال لا ديود يعني يعني كيجي من انود كيدوز يعني فيرس الكاثود تري تري بيان ابري باش غادي نعوض دابا هاد لا ديود باسون هاد لا ديود باسون باش غادي نعوضو كنعوضو باغ ان جينيراتور دو طونسيون كونتيني تري تري بيان فوالا بلس موان فوالا لو كورون اي دي سي تري بيان كنرسم هنا لو سونس ديال لا ديود دائما لو سونس ديال لا طونسيون ديال لا ديود لانفيرس لو كورون فوالا دروكا غادي نعمل لي كونديسيون ديال في دي شحال كيساوي هنايا في دي سي تري بيان فوالا لو كورون يعني في دي شحال كيساوي فوالا في دي شحال كيساوي هنايا في دي لا طونسيون ديال لا ديود شحال كيساوي كيساوي هاد لا كونديسيون لي هو 0.7 يعني في هاد التمرين داكور كيساوي 0.7 في هاد التمرين تقدروا تمشيو ليكزامان تلاقاو 0.3 يعني باش غادي نعوض هنا في دي غادي نعوضها ب 0.3 يعني في هاد التمرين عندي 0.7 دونك غادي نعوضها ب 0.7 فوالا سي تري بيان مي لو كورون اي دي الي ستريكتومون سوبيريور ا ا زيرو سي تري بيان دابا غادي نمشيو لو ديود بلوكي لا ديود بلوكي فوالا دونك كنرسمو لا ديود تيكون عندي هنايا دونك بلس هنايا موان فوالا هنا الانود وهنا الكاثود دونك جاي عندي هنا الكورون هو اي دي فوالا سي تري بيان دونك لاحظ مزيان جاي هنا الكورون داكور جاي لو كورون مي ما غاديش يدوز داكشي علاش تسمى ديود بلوكي علاش ديود بلوكي لان الكورون ما غاديش يدوز لا ديود علاش لان كاين هنا بارير داكور كاين هنا واحد الحاجز تري بيان فوالا الوغ ملي تيكون عندي ديود بلوكي باش كنعوض هاد لا ديود كنعوضها بواحد لو فيل اوفيرت يعني واحد لو سيركول اللي هو اوفير تري بيان فوالا داكور دونك اي دي لي كونديسيون ديال ديود بلوكي اي دي ايغال ايغال 0 فوالا مي لا طونسيون دو لا ديود فلوكا ديال ديود بلوكي كيكون قل من 0.7 يعني قل من هاد لا كونديسيون سي تري بيان داكور هاد لا فالور ديال 0.7 اي فاري راه كتشونجا مي فهاد ليكزارسيس عطاونا 0.7 دونك لا طونسيون دو لا ديود ستريكتومون انفيريور ا 0.7 فولت سي تري بيان دونك هذا جوست الرابيل دونك يعني هاد الرافيل غادي نابليكيو في هاد لو طابلو داكور فوالا دروكا غادي نجاوبو على لي كيسيون فوالا غادي ندرسو لا بروميير كا دونك بروميير كا فوالا عندنا دي واحد
دي جوج فوالا دي واحد اوف دي جوج اوف سي تري بيان قلنا اوف كتعني بلوكي داكوغ يعني عندي لا ديود بلوكي مزيان فوالا دروكا باش غادي نعوض هاد لا ديود هاد لا ديود لي دي واحد سميتها دي واحد سي تري بيان دونك هاد لا ديود دي واحد غادي نعوضها باغ ان سيركوي اوفيرت سي تري بيان لي كونديسيون ديال هاد لا ديود اي دي ان ايغال زيرو مي في دي ان يعني لا تونسيون دو لا ديود ان انفيريور يعني ستريكتومون انفيريور ا 0.7 تري بيان يعني صغيره بزاف فوالا في الحاله الثانيه عندي لا ديود دي جوج اوف يعني بلوكي الوغ لا ديود دي جوج غادي نغومبلاسي باغ ان فيل اوفيرت فوالا لو كورون اي دي جوج ايغال زيرو سي تري بيان لا تونسيون دو لا ديود 2 strictement inférieur à 0.7 volt. Très bien. Donc, chaque diode, chaque la diode va être par un circuit ouvert. Très bien. Alors, on a la résistance R1. Voilà. On a la diode D1 va être envoyée par un fil. Très bien. عندي هنا جينيراتور دو طونسيون واحد فوالا قلنا لا ديود دي جوج غادي نعوضها باغ ان فيل اوفيرت فوالا عندي هنا لا ريزيستونس ار 2 عندي كذلك جينيراتور دو طونسيون كونتيني تري بيان عندي هنا لا طونسيون VS, on a la tension d'entrée, on a générateur de tension continue ou ahead, on a E juge. Très bien. Voilà. On a le point M, on a le point du nœud. On a le courant ID1 égale 0. Alors, je vais savoir 0 d'après les conditions. Faites attention. D'accord? هنا عندي لو كورون اي دي جوج كذلك يساوي 0 تري بيان فوالا هاد لو شيما راه عليها 0.25 تري بيان دونك ضروري كيطلب منك هاد لو شيما فوالا دروكا غادي نحسب في اس غادي نكالكولي هاد لا طونسيون في اس فوالا في اس اش كيساوي فيت اتونسيون La tension VS entre ma borne, par exemple, à la décimée, le point A, ou à le point, à décimée, par exemple, B. Yani, VS égale la tension VAB. Très bien. Égale quoi? Égale E2, ZID R2 fois le courant ID juge. Voilà. Quand on a oublié le courant, ID juge égale à 0, voilà, d'après la condition, voilà, d'après les conditions, ID juge égale à 0, alors VS égale à E2, très bien. D'accord, VS qui est E2. VS qui est E2, très bien. نهار ليكزامان راه كيعطيكم يعني كيعطيكم لي فالور ديال جينيراتور دو طونسيون او واحد او جوج اكسيتيرا كذلك لي فالور ديال لا ريزيستونس اف 1 اف 2 داكوغ انا كنخدمها يعني اون جينيرال باش يعني تضبطوا يعني لا ميثود كيفاش كنجاوبوا على هاد لي كيسيون داكوغ اما لي فالور ما غاديش يعني الكالكول ما غاديش نختلفوا فيه داكوغ اللي مهم هو نعرف يعني لا ميثود كيفاش نجاوب على هاد لا كيسيون هادي هي اللي مهمه سي تري بيان
بعد ما غادي نحسبوا بعد ما حسبنا لا طونسيون دو سورتي غادي نحسبوا لا طونسيون دونتري داكور مثلا نقدروا نزيدوا هاد لا كيسيون كالكول لا طونسيون دو سورتي اي كالكول لا طونسيون دونتري باغ اكزومبل هاد ممكن يتعطى هاد لا كيسيون تا هو دونك لا طونسيون دونتري في هاد لوكا ايماجيني بيان خصكم ايماجينو اناليزيو يعني تحللوا هاد يعني هاد لو شيما داكور عندي هنا لا ريزيستانس اف 1 دونك عندي هنا قطعنا لو فيل وهنا كذلك قطعنا لو فيل يعني الى لاحظتوا هاد لا كومبوزون هاد لا كومبوزون راه غادي نزولها لانها غير زايده راه ما عندها حتى شي دور داكور غادي نزولها كذلك هاد لا طونسيون جينيراتور دو طونسيون واحد كذلك غادي نزولو لانه غير زايد يعني ما عندوش اهميه دونك غادي نزولو شحال كيساوي لا طونسيون دونطري فهاد لوكا شحال كيساوي لا طونسيون دونطري غادي يكون قل من لا طونسيون دونطري غادي يكون قل من هاد لا طونسيون او 2 داكوغ حيت لا ريزيستانس هي ار 2 فوا لو كورون اي 0 دونك غادي نجي لا طونسيون في او غادي يكون قل من او 2 زائد هاد لا كونديسيون داكوغ فوالا دونك لا طونسيون في او ستريكتومون انفيريور ا E2 زائد 0.7 تري بيان فولت 0.7 فولت داكور لا كونديسيون في لا طونسيون دونتري اصغر قطعا من لا طونسيون لا طونسيون جينيراتور دو طونسيون كونتينيو E2 زائد 0.7 فولت سي تري بيان الوغ في او صغر من لا طونسيون E2 زائد 0.7 فولت تري بيان دروكا جاوبنا على لا بروميير كا داكوغ فوالا دروكا غادي نمشيو لا دوزيام كا فوالا لا دوزيام كا La deuxième cas, on a la diode D1 off, la diode D1 off, ou la diode D-juge on. Très bien. On a d'aiment off, ou B, on, ou P. Yani bloqué, passant. Très bien. Alors, la diode D1. غادي نعوضها بما انها بلوكي يعني غادي نعوضها باغ ان سيركوي اوفيرت سي تري بيان توجور لي كونديسيون اي دي 1 ايغال 0 لا طونسيون في دي 1 يعني لا طونسيون دو لا ديود دي 1 صغر يعني ستريكتومون انفيريور ا 0.7 تري بيان 0.7 فولت فوالا بالنسبه لا ديود دي جوج عندنا باسون الوغ La diode dit juge, voilà, radin aouda par un générateur de tension continue, c'est très bien, la plus moins, voilà le courant I dit juge, c'est très bien, on a le courant I dit 1, voilà, donc là, le courant I dit juge, c'est très bien, donc là, le sens de la tension V dit juge. Voilà, la tension V dit juge, voilà. Donc, à d'avoir le courant I dit 1, les kisawi 0, c'est très bien. Voilà, donc à radin adou les conditions, la tension V dit juge, la tension V dit juge, chal katsawi, c'est pour facile à 7 volt. Voilà, c'est pour facile à 7 volt. Le courant I dit juge, strictement supérieur à 0. C'est très bien. Had les conditions, Raina Madrati had les conditions, impossible. Yanni Tata had le schéma. Dororim had les conditions. D'accord? Donc, on va tracer le schéma. On a la résistance R. Voilà, R1. On a la diode D1 bloquée. Donc, on va avoir un fil. Ouverte
Voilà, عندي هنايا جينيراتور دو طونسيون او واحد سي تري بيان. كذلك عندي هنايا لا ديود دي جوج غادي نعوضها باغ ان جينيراتور دو طونسيون ديال لا ديود في دي جوج سي تري بيان. عندي كذلك لا ريزيستانس ار دو فوالا. وعندي عندي جينيراتور دو طونسيون كونتيني او دو تري بيان. فوالا عندنا لا طونسيون دو سورتي وعندنا لا طونسيون دونتري. داكور سي تري بيان. قلنا هنا لو كورون لو كورون اي دي ان ايغال زيرو سي تري بيان. عندنا لو كورون اي دي جوج فوالا اي دي جوج سي ديفيرون دو زيرو سي تري بيان. دروكا غادي نحدد لا طونسيون دو سورتي اللي هو في اس. داكور في طونسيون دائما ملي كنتخاسيو يعني ملي كنعطيو هاد لو شيما دائما خاصكم تاناليزيو داكور يعني تحللوا هاد لو شيما يعني ماشي كنجيو تنتراسيو غير في داك لو شيما ضروري خاصني نقراها مزيان باش نحدد سوا لا طونسيون دو تري او بيان لا طونسيون دو سورتي سي تري بيان. ومارك بيان عندي هنايا لا ريزيستانس اف 1 فوالا. دونك عندي هنايا واحد لا كومبوزون اللي هو او واحد. دونك هاد لا كومبوزون او واحد غير زايد ليا في هاد لو شيما دونك غادي نزولو. داكور دونك غادي نزول هاد او ان غادي يكون عندي لو شيما هو هذا. داكور دونك هذا هو لو شيما سي تري بيان باش نحدد لا طونسيون في اس. داكور غادي نخدم بهاد لو شيما غادي نزول هاد او واحد وغادي نخدم بهاد لو شيما باش نحدد لا طونسيون في اس سي تري بيان. فوالا غومارك بيان. عندي هنايا قلنا فوالا عندي هنايا لو كورون لاحظ مزيان كذلك لو كورون هنايا اي دي هاد يعني هاد لو شيما غادي نخدم بواحد لو كورون. داكور هاد لو شيما غادي نخدم بها بواحد لو كورون اللي هو اي دي جوج. علاش لاحظ مزيان عندي هنا لا ديود عندي هنا لا ديود دي يعني عندي لا ديود هنايا دي واحد غادي نسميه اي دي واحد وكذلك عندي هنا لا ديود دي جوج يعني عندي لو كورون اي دي جوج سي تري بيان. عندي هنا واحد لو بوان دو نود سميتها ام الوغ لو كورون هنا مثلا لو كورون غادي نسميه اي. داكور هاد لو كورون اي اش كيساوي كيساوي اي دي ان زائد لو كورون اي دي جوج سي تري بيان. لو كورون اي كيساوي لو كورون اي دي واحد زائد لو كورون اي دي جوج سي تري بيان. الوغ لو كورون اي ايغال كوا بما ان لو كورون اي دي واحد كيساوي زيرو دونك لو كورون اي كيساوي اي دي جوج تري بيان. دونك لو كورون اي هو نفس لو كورون اي دي جوج اللي عندنا في هاد لو شيما سي تري بيان. الوغ عندنا لو كورون هنايا اي دي جوج سي تري بيان. عندنا هنايا مثلا هاد لا طونسيون غادي نسميه مثلا في واحد. داكور فيت اتونسيون فوالا عندنا هنا لا طونسيون فوالا عندنا هنا لا طونسيون في دو جوج. روكاردي يعني لاحظ مزيان لو سونس ديال لو كورون مع لو سونس ديال لو كورون دائما تيكون لانفيرس مع لو سونس ديال لا طونسيون ديال هاد لا ديود اللي هو في دي جوج تري بيان. فوالا عندي هنايا غادي نسمي مثلا باغ اكزومبل غادي نسمي هذا فوالا غادي نسمي مثلا مثلا غادي نسميها او بيان او بيان يعني دونك فوالا غادي نسمي هذا مثلا غادي نسمي يعني في جوج. فوالا في جوج سي تري بيان. داكور فوالا دونك فيت اتونسيون فيت اتونسيون فوالا هنا لا طونسيون في اس شحال كيساوي يعني بلا ما نحسبو يعني بلا ما نحسبو يعني هاد لا ميثود. فوالا لا طونسيون في اس اشنو كيساوي لاحظ مزيان غادي نسمي هنايا واحد لو بوان ا غادي نسمي واحد لو بوان هنايا بي. داكور اش كيساوي لا طونسيون في اس لا طونسيون في اس اش كيساوي كيساوي لا طونسيون في ا بي سي تري بيان. اش كيساوي كيساوي او 2 داكور زائد
R2 fois le courant ID juge. Très bien. Alors, la tension VS. D'accord. La tension de sortie, est-ce que c'est oui, la tension du générateur E2, zaid la résistance R2 fois le courant ID juge. D'accord. هاد لا ميثود اللي ديجا شرحت لكم قبل غادي نحدد يعني لو كورون اي دي جوج داكور يعني هاد لو سونس اللي زدت لكم غادي نحدد لو كورون اي دي جوج فوالا قلنا في اس اشنو كيساوي فوالا دونك في اس سي تري بيان دونك غادي نحدد لو كورون اي دي جوج ركزوا معايا مزيان في هاد يعني في هاد ليكزيرسيس يعني اي خطا بسيط راه كيمشي كامل يعني اي سؤال يقدر يطير لك يعني اي خطا بسيط راه مشى لك ليكزيرسيس دونك ركزوا معايا مزيان قلنا لا طونسيون في اس اونتر ما بين لو بورن ا اي بي سي تري بيان في اس ايغال لا طونسيون ديال هاد الجينيراتور او 2 زائد لا ريزيستانس ار 2 فوا لو كورون اي دي جوج دروكا خصنا نحددوا هاد لو كورون اي دي جوج شحال كيساوي داكور فوالا لاحظ مزيان كيف قلت لكم قبل بلي هاد لا كومبوزون ديال هاد الجينيراتور واحد راه غير زايد غادي نزولو غادي يبقى لينا هاد لو شيما داكوغ دونك غادي يبقى لينا هاد لو شيما من انطلاقا من هاد لو شيما غادي نحدد لو كورون اي دي جوج سي تري بيان غادي نستعمل لوا دو ماير داكوغ دونك غادي نستعمل لوا دو ماير فوالا غومارك بيان لو سونس ديال هاد لا ماي مع هاد لو سونس ديال لا طونسيون دونتري ايغال بلس الوغ بلس في او سي تري بيان موان في ان موان في ان سي تادير موان ار ان فوا لو كورون ار ان فوا لو كورون اي دي جوج تري بيان فوالا لو سونس ديال لا طونسيون في دو مع لو سونس ديال لا ماي ايغال دونك يعني لانفيرس الوغ موان moins la tension V10 juge. La tension V10 juge, je vais faire ça. C'est facile à voilà, c'est facile à savoir. C'est très bien. Voilà, donc remarque bien le sens de la maille avec le sens de la tension V2, l'équisaoui R2 fois le courant I10 juge, moins R2 fois le courant I10 juge. C'est très bien. Voilà. عندي هنايا دونك او 2 داكور فيت اتونسيون موان او 2 ايغال 0 سي تري بيان فوالا لا تونسيون في او موان موان او 2 موان 0.7 فوالا ناقص ار 1 fois le courant I dit juge au cas d'aller naqis R2 fois le courant I dit juge غادي يعني غادي ندير هاد لو كوتي داكور كيساوي كيساوي R1 زائد R2 fois le courant I dit juge très bien alors le courant I dit juge égale la tension d'entrée ناقص لا طونسيون دونتري ناقص لا طونسيون ديال جينيراتور او 2 ناقص 0.7 ديفيزي بار ار 1 زائد ار 2 فوالا هذا هو لو كورون اي دي جوج كيساوي في او ناقص او 2 ناقص 0.7 مقسوم على ار 1 زائد ار 2 داكور دونك انا كنخدم معكم يعني اون جينيرال كيف قلت لكم قبل بلي لا يعني لي فالور يعني القيم ديال لا ريزيستانس ار1 ولا ريزيستانس ديال ار2 يعني القيمه ديال لا طونسيون او2 راه كتعطي لكم يعني في ليكزيرسيس داكور انا بغيت نخدم معكم هاد يعني هاد ليكزامان اون جينيرال باش تضبطوا لا ميثود وكيفاش كنجاوب على هاد يعني هاد يعني هاد الطرق يعني لي كيسيون داكور فوالا نقدروا نزيدوا نبسطوا هاد لو كورون اي دي جوج Le courant I dit juge égale 1 divisé par R1 plus R2 fois la tension VE, naqis
Voilà, ناقص فاكتوريال 0.7 زائد U2 divisé par R1 زائد R2. Voilà, donc N زائد R2. D'accord. عملت هنا بالناقص. Voilà, زدت هنا بستة أكثر. C'est très bien. Donc, لاحظ مزيان. La tension VS, شنو كيساوي؟ راه نقدروا نزيدوا نبسطوها أكثر. هاد لا tension VS. D'accord. لاحظ مزيان لا طونسيون في اس ايغال كوا لاحظ مزيان عندي هنايا لو كورون اي دي جوج ديجا تلاقينا ليكسبريسيون ديالها داكور غادي ناخذ هاد ليكسبريسيون ديال لو كورون اي دي جوج وغادي نجي نعوضها يعني غادي نضربها في هاد لا ريزيستونس ار 2 داكور دونك غادي نشد هاد لا ريزيستونس ار 2 وغادي نضربها في هاد لو كورون اي دي جوج لاحظ مزيان شنو اللي غادي نتلاقى غادي نتلاقى واحد ليكسبريسيون ا VE زائد B d'accord la tension VS égale A fois la tension VE زائد B هذه c'est une fonction يعني واحد الدالة اللي هي دالة تآلفية d'accord غادي نحددو A et B c'est très bien شحال كيساوي A وشحال كيساوي B voilà A شحال كيساوي Donc, A, je vais le dire, Lina, je vais le dire, voilà, A, je vais le dire, R2, R2, m'ksoum à la R1, Zaid R2, B, égal, voilà, égal E2, voilà, égal à E2, Narcis, R2, Narcis R2, m'ksoum à la R1, زائد R2 فاكتوريال 0.7 زائد U جوج سي تري بيان قلنا A كيساوي R2 مقسوم على R1 زائد R2 B كيساوي U2 ناقص يعني لا تونسيون دو جينيراتور U2 ناقص R2 مقسوم على R1 زائد R2 فاكتوريال 0.7 زائد U2 سي تري بيان فوالا بالنسبه لكيف قلت لكم القيم ديال يعني القيم ديال ا او بي راه هادشي راه ديجا كيعطي لكم في لي زيكزرسيس كيف قلت لكم انا راه كنخدم التمرين اون جينيرال فوالا باش تضبطوا لا تكنيك قلت لكم عندي انا الداله يعني التالفيه لاحظ مزيان في اس ايكال ا في او زائد بي سي تري بيان في اس ايكال كوا في اس ايكال ا في او زائد بي C'est très bien. Nadala ta'alufiya. C'est très bien. Mais, khasna nhududu la tension d'entrée. Lahad mzian la tension d'entrée. La tension d'entrée. Donc, hada compose déjà un zoulna. Mais, faites attention. Nadala le courant ID 1 égale 0. Mais, la tension ID juge, il est strictement supérieur à 0. Donc le courant ID juge راه عندنا d'accord شحال كيساوي راه ديجا حسبناه دونك غادي نتلاقى واحد القيمه اللي هي كبر من صفر d'accord alors la tension VE شحال غادي يساوي la tension VE la tension VE غادي يكون l'inverse ديال la première يعني la première cas غادي يكون كبر قطعا من E2 غادي يكون كبر قطعا من E2 زائد هاد la condition 0.7 فولت داكوغ سي تخي بيان حيت ديجا هادي زولناها فوالا دروكا غادي نمشيو لا تروازيام كا عندنا اون اون فوالا 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 دروكا غادي ندرس لا تروازيام كا تروازيام كا فوالا عندنا لا ديود دي واحد اون دي جوج اون الوغ دي ان دي جوج فوالا انا باسون باسون
قلنا دائما باسو هي اون فوالا اون تري بيان الوغ لا ديود دي 1 عندنا لو كورون اي دي 1 فوالا لو سونس دو لا تنسيون في دي 1 فوالا غادي نجي نغومبلاسي بار ان جينيراتور دو تنسيون ديال لا ديود فوالا عندنا لو كورون اي دي 1 فوالا في دي 1 تري بيان Les conditions, la tension VD1 égale 0,7 voilà, volt, c'est très bien. Le courant de la diode D1, il est strictement supérieur à 0, c'est très bien. Principal la diode Tania, voilà, ID2, voilà la tension VD juge, c'est très bien. Radin remplacé par un générateur de tension de la diode ID juge. Voilà, là, la tension VD juge, c'est très bien. La tension VD juge aussi égale 0,7 volts. Voilà, le courant ID juge, il est strictement supérieur à 0, c'est très bien. Voilà, regarde les conditions, regarde les tracés, le schéma. D'accord ? Il a fait les conditions, on a dit y a les tracés, le schéma exact. Voilà, on a la résistance R1. Voilà, on a la résistance R1. Voilà, on a la diode D1, regarde, on a par un générateur VD1. Voilà, on a le courant ID1. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on a ? La tension de la générateur ou 1 voilà donc on a la tension voilà donc on a la tension VD juge voilà le courant ID juge c'est très bien on a la résistance R2 un générateur de tension E2 c'est très bien donc faites attention on a la tension d'entrée ou il n'y a qu'à la tension de sortie c'est très bien voilà voilà donc on a le courant I voilà voilà donc le sens de la tension VD1 c'est l'inverse de le courant ID1 qu'adèlec le sens de le courant I de la diode Tania c'est l'inverse voilà d'accord voilà faites attention voilà la tension VS faites attention parce que la tension VS va distinguer la loi d'Ohm d'accord va distinguer la loi d'Ohm voilà alors on a distinguer la loi d'Ohm on a le sens de la maille avec le sens de le sens de la générateur de tension 1 égale plus E1 voilà même le sens on a même le sens de la tension de la diode D1 mais le sens de la maille Zaid VD1 c'est très bien mais le sens de la maille avec le sens de la le sens de la diode 2 c'est l'inverse moins VD juge c'est très bien voilà le sens de la maille c'est l'inverse mais le sens de la tension voilà égal 0, c'est très bien. Voilà, la tension VS radin j'ai pas l'autre côté. VS égale E1, voilà. Gna, la valeur de la tension de la diode D1 égale 0,7. Zaid 0,7, c'est très bien. Moins la tension de la diode D juge égale 0,7. C'est très bien, 0,7. Voilà, on va simplifier 0,7 avec 0,7. La tension VS égale E1. Voilà. Voilà la tension VS, maintenant VS qui est E1. Très bien. D'accord. Donc, on va faire la valeur de VE. D'accord. La valeur de la tension VE. Faites attention, d'après la question ou bien d'après le cas 2,
on a déjà calculé Vs égale à A, VE زائد B, d'accord. Donc, faire la deuxième cas, on a déjà calculé B ou déjà calculé A, d'accord. Vs égale E1. On a déjà calculé Vs. Mais là, j'ai dit direct, on a dit que Vs égale A, VE زائد B. On a dit que c'est une erreur, d'accord. On a dit qu'on a juste dit le majeur, lui, on a Vs ou VE, d'accord. Voilà, donc on a Vs égale à E1, on va installer l'expression. D'accord. Voilà. D'après le cas 2, voilà, d'après, on a Vs égal à VE زائد B. C'est très bien. كذلك عندنا VS qui يساوي E1. Voilà. انطلاقا من هاد لي دو يعني هاد جوج ديال ليكسبريسيون غادي نحدد لا طونسيون VE. Voilà, la tension VE égale quoi? Égale E1 moins B divisé par A. Voilà la tension d'entrée. Alors, la tension d'entrée égale E1 naqis B divisé par A. C'est très bien. Voilà. Donc, le tableau. Voilà, avec la méthode, voilà, vous pouvez l'exercice plusieurs fois, parce que les techniques sont bien, parce que les conditions sont les mafatihs de le schéma, d'accord. Et d'ailleurs, le schéma, c'est une qira bien. Vous comprenez, Voilà. Voilà, après, غادي نتخاصيو واحد la fonction qui est très très importante. Tu as fait les examens, tu peux tracer la fonction de la tension Vs en fonction de la tension d'entrée. Voilà, غادي نتخاصيو la tension Vs en fonction de la tension d'entrée, donc la condition de avoir les examens. Voilà, voilà, je vais tracer la courbe maintenant. Voilà, on a Vs volt, on a la tension d'entrée, volt, c'est très bien. Voilà, voilà. دونك غادي نعطيو بعض القيم عشوائيا فهمتي. المهم عندي هو انك تعرف كيفاش تخاصي هاد لا كورب. فوالا هاد لا فونكسيون ديال هاد لا كورب. داكور. مثلا غادي نعطيو لا فالور ديال لا طونسيون ديال هاد الجينيراتور او 2 باغ اكزومبل. غادي نعطيوها كتساوي مثلا 5 فولت. داكور. 5 فولت. و لا فالور ديال هاد الجينيراتور دو طونسيون او 1 نعطيو لها مثلا لا فالور 9 فولت. داكور. سي تري بيان. دونك غادي نتخاصيو لي فالور ديال لا طونسيون في اس. عندنا في اس قلنا هو 5 فولت مثلا. هذا هو 5 فولت اللي هو او جوج. فوالا. وعندنا في اس كيساوي 9 فولت اللي هو او 1 مثلا. نوضعها هنايا او 1. نهار ليكزامان راه كيعطيكم واحد الورقه فين تخاصيو هاد هاد لاكورد. داكور. داكشي تيكون عندو بيان اورغانيزي اكسيتيرا. انا اللي مهم عندي هو نعطيكم الطريقه كيفاش تخاصيو هاد لاكورد. فوالا سي تري بيان. لاحظ مزيان في لا بروميير كا عندنا في او في لا بروميير كا عندنا في او صغر قطعا من او جوج زائد 0.7. الوغ في او صغر قلنا او 2 شحال كيساوي او 2 كيساوي 5. الوغ 5 زائد 0.7. الوغ لا طونسيون دونطري صغر من 5.7. سي تري بيان. مثلا غادي نجي نوضع هنايا 5.7. سي تري بيان. فوالا فوالا.
عندنا كذلك في دونتري عندنا او واحد في التونسيون عندنا او واحد ناقص بي ديفيزي بار ا يعني ليكسبريسيون ديال ا وليكسبريسيون ديال بي راه ديجا يعني عطيتهم لكم يعني في لا دوزيام يعني في لا دوزيام كا داكور فوالا انا ليكزامان راه كيعطيكم لي فالور ديال لا ريزيستونس ار 1 ار 2 مثلا انا مثلا نعطيو لا فالور ديال في 2 كيساوي مثلا نعطيكم غير اكزومبل مثلا كيساوي 12 فولت داكور كيساوي مثلا 12 فولت فوالا دونك 12 فولت فوالا 12 فولت فوالا داكور هاد القيم غير عشوائيين فوالا دروكا غادي نتخاصيو يعني لا كوف فوالا عندنا في او فوالا عندنا في او ستريكتومون انفيريور ا 5.7 فوالا عندنا في او عندنا في او يعني قل من 5.7 دونك غادي نتخاصيوها في هاد يعني في هاد لو كوتي داكور عندنا في او صغر من 5.7 دونك غادي نتراسيوها في هاد لو كوتي داكور فوالا عندنا في او صغر من 5.7 يقابل في اس كتساوي 5 فولت يعني كونستانت 5 فولت غادي تخاصوها كونستانت يعني واحد يعني واحد الداله غادي تكون كونستانت سي بيان يعني غادي تكون خطيه فوالا عفوا ماشي خطيه راه لينيير يعني سيتي يعني فونكسيون لينيير فوالا فوالا دونك تخصينا لا بروميير كا فوالا لا بروميير كا تخصينا دونك هادي 1 مثلا غادي نسميها دونك يعني 1 لا بروميير كا داكور سي بون عندنا كذلك لا طونسيون دونتري ستريكتومون سوبيريور ا او 2 زائد 0.7 او 2 كتساوي 9 عفوا او 2 كتساوي 5 دونك 5 زائد 0.7 هي 5.7 يعني كبر من يعني 5.7 دونك غادي نتخصيوها هنايا داكور هذا هو الانترفال اللي كبر من 5.7 سي تري بيان مي في طونسيون عندنا في اس اش كيساوي في اس كيساوي ا فوالا ا في او زائد بي فوالا ديجا هادي قلت لكم عندنا واحد الداله اللي هي تالفيه باش نتخاصي واحد الداله تالفيه في المات ايغريك كيساوي ا اكس بلس بي فوالا باش نتخاصيو هاد لا كورب يعني في المات كندير هنا ايغريك هنايا اكس الا بغينا نتخاصيو واحد لا فونكسيون ديال يعني داله تالفيه يعني ما كتمرش من اصل المعلم يعني كنتخاصيو فوالا هذا هو لا كورب ديال ايغريك دونك هذا هو لا كورب ديال ايغريك ايغال ا اكس بلس بي داكور هادي هي الداله التالفيه سي تري بيان فوالا الا كان عندنا ايغريك ايغال ا اكس يعني كيمر من اصل المعلم يعني كتكون هنا داله خاطئه داكور فوالا دونك هذا جوست رابيل فوالا فوالا سي تري بيان دروكا غادي نتخاصيو لا دوزيام كا عندنا داله تالفيه فوالا فوالا هذا هو لا دوزيام كا سي تري بيان دروكا غادي نتخاصيو لا تخوازيام كا داكور فوالا لا تخوازيام كا عندنا في او كيساوي 12 فولت يقابل في اس كتساوي 9 فولت داكور عندنا هنا 9 فولت فوالا 9 فولت سي بيان دونك غادي تكون داله لينيير غادي تكون سيت اون فونكسيون لينيير فوالا دونك هادي الحاله 3 فوالا فوالا هكذا تنكون انتهيت من يعني هاد ليكزرسيس فوالا لو بلوز امبورطون كيف قلت لكم هو ضبطو يعني لي كونديسيون ديال لا دوزيام ابروكسيماسيون ضروري خاصكم تشوفوا الفيديو ديال الغزومي ديال لي ديود راه شرحت لكم يعني لا بروميير ابروكسيماسيون لي كونديسيون ديال لا بروميير ابروكسيماسيون لي كونديسيون ديال لا دوزيام ابروكسيماسيون و لي كونديسيون ديال لا تروازيام ابروكسيماسيون اي فوالا هذا هو لي مهم
وكيف قلت لكم يعني في الاكزامان اشنو اللي كيتغير يعني هذا كيلعب لك هو على هذا لو شيمو داكور يعني كيلعب لك على هذا لو شيمو بلاصه لا ريزيستونس ار 2 نقدر نجيبها يعني في هذا يعني بلاصه هذا لا ديود دي جوج وهذا لا ديود دي جوج غادي نجيبها بلاصه لا ريزيستونس وغادي نجاوب على هذه لي كيسيون فوالا بهذا لا ميثود داكور فوالا الى عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش توضعهم في لي كومونتير او بارطاجيو لو لين ديال الفيديو مع لي زيتيدو باش ان شاء الله تما ينضموا للقناه ويزيدوا يدعموها اكثر والى عندكم اي اقتراح او بيان اكزرسيس قولوا لي ان شاء الله في لي كومونتير باش ان شاء الله نعطيكم لو جيمايل فين تصيفطوا لي هذوك لي زيكزرسيس اي بون كوراج.